يعنى مركز البحرين الدولي للرعاية الصحية الأولية التابع لوزارة الصحة باستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 التي كانت تخضع لمرحلة العزل المنزلي والتي بدأت تظهر عليها أعراض تشير إلى إصابتها بالوباء، بعدما تم تحويلها إلى العيادة عبر الاتصال برقم 444 أو من خلال المراكز الصحية المنتشرة في المملكة أو عن طريق الدخول إلى تطبيق مجتمع واعي، بعدما يقوم المريض بملء استبيان يبين فيه وضعه الصحي بشكل واضح. من هنا من مركز البحرين الدولي للرعاية الصحية الأولية حكاية أخرى يسطر أحرفها الذهبية من يتوشحون البياض، نصرة لديرتهم ممن آثروا التواجد بالصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا. Number 301. احنا عندنا لدينا لايف شيت مع 444 والمراكز الصحية بالإضافة إلى برنامج بي أوير. نأتي في الصباح نسجل جميع المرضى الموجودين بالإضافة إلى تسجيل متواصل حتى الساعة 8 مساء. نسجل المرضى على الطبيب، وإذا رأى الطبيب اتصل طبعا الطبيب بالمريض، وإذا رأى أن المريض يحتاج إلى القدوم إلى هنا يخبرنا أن المريض قادم إلى هذا المركز. نكون على علم بقدوم المريض، عندما يأتي المريض نجلسه نسجله ثم يكمل مشواره مع الأطباء والعلاج حتى يتم إرساله إلى الرعاية الصحية الثانوية أو إلى المنزل. تم إعداد هذا المركز لاستقبال الحالات المصابين بكوفيد 19 ومعالجتهم في هذا المركز كمركز صحي. تم استقبال المصاب في هذه الغرفة للفحص على المؤشرات الحيوية ومن بعدها انتقاله إلى غرفة الطبيب. في هذه الغرفة يوجد عندنا بعض العمليات التمريضية التي نقوم فيها كعلاج للمصابين، مثل الدريسنج، البخار، تخطيط القلب، الأكسجين. في هذه الغرفة قمنا بتجهيز غرفة طوارئ مكتملة تشتمل كل الأدوات الطبية التي ممكن نحتاجها لا قدر الله في حالات الإنعاش والطوارئ لأي مريض ممكن يكون محول لمركز البحرين الدولي. كما ترون يوجد جهاز الإنعاش الرئوي. هاي الغرفة غرفة الملاحظة، نستقبل فيها المصابين في حالات أنهم احتاجوا المحلول الوريدي. كما ترى عندنا كاباسيتي حق 2 patient، وفي هذه الغرفة أيضا نقوم بعمل الإبر الوريدية والإبر العلاجية اللي يطلبها الطبيب حق المصاب. يستقبل مركز البحرين الدولي للرعاية الصحية الأولية مرضى الكورونا المصابين المتواجدين في المنزل اللي تم تقييمهم سابقاً إنهم ما عندهم أعراض ولا عندهم مخاطر، فيعني تم إعلامهم إنهم يستطيعون التواجد في المنزل. المرضى المعزولين في البيت المصابين فيروس كورونا يجاوبون على الكوشنير في مجتمع واعي، وبعدين يطلع لنا نتيجة إنه بالأخضر أو بالأخضر أو بالأصفر أو بالأحمر. طبعاً اللي بالأحمر وبالأصفر على حسب الأعراض اللي عندهم، فنقوم نتصل فيهم نتأكد أمورهم طيبة، هل إن يحتاجون يجون المركز للرعاية الصحية أو نحل المسألة عبر الهاتف. أيضاً بنوه إن المركز يستقبل المرضى المعزولين في البيت اللي عندهم أعراض حتى ما لها علاقة بفيروس الكورونا. كل هذا يهدف إن المرضى المعزولين في البيت يحصلون على الرعاية الطبية اللازمة ونحد ذهابهم إلى المركز الصحي على أساس إن ما يختلطوا بالمرضى الباقين الغير مصابين بفيروس الكورونا.